قال لي يا امي حط الفرد براسي انا عم بحكي معك. هيدي اجي انا. تخيل يعني انسان لو ما عنده مين ينسنده ما بيعمل هيك شيء. هاي غروبنا، هاي الحصر، هاي الفرش. حطينه منظر بس نستر حالنا، بنحط هذا الجالون وراه عشيله نسكره. فكنا ساكنين عند جدي وبي ما كان منيح معنا. كنت عايشه مع ابوهم بالظلم وبالقهر، كنت معي 7 اولاد وتركناه، وامي تعزت معه كثير، كان يضربها كنا صغار وكان يضربنا كمان. هذا سقف البيت اللي عمرناه من كذا سنه، يعني الارض مشاع وهيك وليك، والحمد لله حاطين نايله كل سنه بدنا نايله نكلف خير الله. حمام ما في، أظن ما عنده، حاطين هول بشان نغطي الخفين كرمال انه حلو النظافه. من يومين اتصل فيني الاستاذ المحامي، قال بيقول الجماعه بدهم يصلحوا بيدفعوا قد ما بدكم وهيك، موقف انا اكيد انه عامل الكرامه اهم المصاري، يعني بكرامتي بالمصاري انا اعوذ بالله. بدي لي محمود سعي، قال لي انا جيعان سعي، قال لي يا امي عاملين بلا اكل سعي، قال لي يا امي ما في مي ما في كهرباء، ياخذين عقلنا من ما في الا بسم الله محل قاعدين مع الغنم، يقول لي بدنا نتحمل بدنا نعيش. انا اسمي محمود محمد البعريني، انا بشتغل حلاق. وقبل يعني قبل الكرج وقت كنت اشتغل حلاق كان ماشي الشغل ولا؟ والله الشغل ما كان في شغل، انا لو كان شغلي ماشي كنت ما طلعت على الشغل، اشتغلت بالفاحل. كمان هو عم يتهمه وعم يتهمهم بالشو اسمه السرقه، يعني ما معقول، يعني الشباب طالعين على اخر الدنيا لحتى يشتغلوا ويتهمون هيك اتهام. اشتغلت انا معه شي 17 يوم وفجأة بدق للشاوش اللي عندنا بيقول له جيب الشباب وانزل لعندي، وبيقول له مفقودي عندي عوانات، وهو لا كان مفقود عوانات ولا شيء، ولبسنا دهمة 100 مليون وبلش يقتل بها الشباب وعذبنا. هذا روح رب العالمين خالقه، مين هو لحتى يجي يعذبه ويعمل فيه هيك؟ لو انه في دوله بتحاكمه. والمخابرات كمان دعسوا علينا وشافونا مزلطين وما حكوا شي معهم، بنعبوا بالمخابرات، يعني فقد ما في دوله فوق كمان مثل هذيك السنه يعني. وكمان عملوا كمان فيه نفس الشيء، وين ما كان وين ما بتروح، يعني معقول بلدك ما لك قلب تبعد من هون لهون لتشتغل؟ وشو كنت تشتغل؟ انا كنا نبيع بيض، نجمع مضايع 200-300 بيضة ونبرم فينا على الطريق بطرابلس وعلى العالم نبرم هيك. أيام بنطلع ربح، أيام بندفع أجار طريق. هو الموضوع ما صار أسبوع وانتسح، مثل ما صار بمفرق بيروت، مثل ما صار بالتلال، يعني مثل ما بيصير مشاكل بلبنان كله بينتسح، يعني حق الفقير ضيع بلبنان يعني.